الصطاد راهو عندنا مده وحنا نعاني من هذا المشكل، راهو تقريبا واحد 10 سنين حتى 12 سنه. والصطاد اللي تشوف فيه تيف راهو كارثه، عندنا دراري بزاف، عندنا اللي بليسر منها بزاف، راهم ندربوا بركه في التدريبات راهم تبليسا. دونجي دونجي بزاف. خدموا لنا دو صطاد صغار اللي هي تاع طارطون ما يكفوش، وميم طون كيف كيف كون تروح تشوفهم محفورين. التدريبات المهم يكونوا العشيه مع الدراري يقراوا الصباح، العشيه اللي جاني يحكموا الصطاد قاسمينو على ثلاثه ايكيب طون كيما يقول لك تيرا حاكمينها يلعبوا فيها دوزيام تروازيام من هي فيها مينيم كادي جينيور وبنجاما ما نقدروش نخدموا. ولي بواك تشوف اكو شفتوا الصطاد كيفاش راه ما نلقاوش كاع وين ندربوا، اللي هنا يجوا رجال يلعبوا كبار ودوزيام يلعبوا ثاني كبار وطروازيام يلعبوا فيه دراري، ما عندنا شويه ندربوا. لا حجار شو الزوبيا ما باليش يجوا يرموا لهنا. الصطاد عيان كاع كان هايج جديد.